صباح الخير عليكم من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده غير أن هيكون في نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس هنتعرف عليها مع دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار النهاردة برضو حر. بالفعل احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجة إلى درجتين. الأجواء خلال فترة النهار فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي احنا هنحس بالطقس خلال فترة النهار حر على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على محافظات سواحلنا الشمالية، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد. أيضا في خلال فترة المساء تحديدا مع دخول ساعات المساء وساعات المغرب هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده خلال الفترة دي تحديدا هيساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة الربيعية في الفترة دي على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، وبعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هتبدأ درجات الحرارة تنخفض، لكن طبعا احنا بدأنا نشعر بارتفاع نسبي في نسب الرطوبة، ما بقناش نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، فالأجواء بتكون خلال فترات الليل لطيفة جدا، معتدلة جدا على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، معتدلة طبعا على جنوب البلاد خلال فترات الليل. متوقع الصغرى خلال فترة الليل تكون ما بين 20 وال 21 درجة مئوية. ارتفاع درجات الحرارة ده هيكمل معانا إن شاء الله على مدار باقي أيام الأسبوع، يعني غدا وبعد غدا إن شاء الله، ونكمل معانا بداية الأسبوع المقبل، يمكن على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم هيفضل معانا ارتفاع درجات الحرارة، لكن من يوم السبت هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة هنلاحظه أكتر. من يوم السبت العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 36 درجة مئوية، مع يوم الأحد 37 درجة مئوية، فالأجواء تبقى أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار. بالإضافة أن احنا اليوم وغدا تكونت اليوم الأول شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتتكون في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، لكنها هي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش على حركة المرور، لكن تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا. متوقع أنها تستمر معنا كمان غدا الجمعة إن شاء الله مع استمرار طبعا ارتفاع درجات الحرارة. عشان كده احنا هننصح دكتورة منار، ما احناش متعودين ان يكون في تراب كتير في الفترة دي، لكن احنا برضو حاسين ان في تراب موجود عالق في الجو. هي مش أتربة عالقة قد ما هي تبقى حوالي يعني هيز، يعني زي الشبورة كده، عوامل زي الشبورة، هي أتربة عالقة بس مش واضحة قوي في بعض المناطق. هي بس مرضى الحساسية بس هم اللي حاسينها. ممكن يبقى في بعض المناطق احيانا كان لما يبقى في نشاط رياح نشوف بعض الاتربه العالقه، بالفعل ممكن مرضى الحساسيه او الجيوب الانفيه لان هم اكثر عرضه اكثر حساسيه للاتربه اللي موجوده في الجو، لكن في الوضع العام الوضع مش كويس تماما في الاحوال الجويه. بس هننصح الساده المواطنين ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترة الظهيرة تحديدا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر. الفترة دي احنا بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. لو احنا هنبقى موجودين في الشارع يبقى دايما معانا غطاء للرأس شمسية أو كاب. السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية، القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور. وأخيرا طبعا لازم نتابع النشرات الجوية في الفترة دي لأن احنا لسه في فصل الربيع، فصل الربيع ما انتهاش، فصل الربيع معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، وارد جدا يحصل تغيرات في الحاله الجويه في اي وقت، واحنا دايما في نشراتنا بنحدثها اول باول، فلازم المتابعه المستمره واليوميه للنشرات الجويه. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع بعض درجات الحراره في مختلف انحاء الجمهوريه، ونبتدي بالقاهره اللي العظمى فيها 34 والصغرى 21، الاسكندريه 28 19، مطروح 27 16، سيوه 35 18، بورسعيد 28 20، دمياط 26 18، الاسماعيليه 34 18 والسويس 30 20.
العريش العظمى فيها 28 والصغرى 18، طابة 35 19، كاترين 28 12، شرم الشيخ 36 25، الغردقة 36 26، الفيوم 35 21، بني سويف 35 20، والمنيا 36 20. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 20، سوهاج 37 22، قنا 38 22، الأقصر 38 22، أسوان 39 24، الوادي الجديد 38 23، شلاتين 35، أما حلايب العظمى فيها 31 والصغرى 23. وبكده نكون مشاهدينا استعرضنا معاكم بيان مبدئي بدرجات الحرارة اللي موجودة معانا في مختلف أنحاء الجمهورية النهاردة. نرجع على طول احمد ويل فسنت نكمل معاهم حلقتنا، اتفضل. شكرا لك يا منى، والشكر موصول لضيفتك الكريمه كمان. شكرا.